فضيلة لكم شيخ صالح عن حكم صيام رجب أو بعض أيامه، وهل هو مستحب؟ إفراد رجب أو بعض أيامه للصوم هذا لا يجوز، لأنه بدعة، لأنه لم يثبت في رجب خاصية على غيره من الشهور، فتخصيصه بالصيام أو تخصيص بعض أيامه بالصيام هذا يعتبر من البدع. أما إذا صامه تبعا لغيره، أو كان من عادته أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فلا بأس أن يصومها من رجب وغيره، إنما الممنوع هو أن يخصص رجبا بصيام دون غيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.